بسم الله والحمد لله، نواصل الكلام في كتاب علوم الروح. خامسا، الحياة السلبية. أصحاب هذا الشكل من الحياة هم كينونات وهويات معزولة ليست من عالمنا الذي هو أكثر كثافة، البعد الثالث. والغالب من هذه الهويات يأتون من أبعاد أخرى وعوالم تشكلت على صورتهم وتشكلت على تصورهم الشيطاني، والكثير منهم لا يستطيعون التشكل على هيئة مادية على الأرض والبعد الثلاثي، فيضطرون إلى خبط مس والدخول في أجساد إنسية وحيوانية وقهر النفوس الأصلية لهذه الأجساد لاستعمالها كمركبات أي عربات للتنقل والعمل. فهم طفيليات تتغذى على الطاقات وأجساد المخلوقات الأخرى من أجل إرضاء هواها ونفوسها الشريرة أو خدمة لأسيادهم، وهم على العموم خطر على الروح والنفس والجسد. هم خطر على الجن والإنس الذين هم مكلفان من الله تعالى بالعبادة. فنحن المؤمنون المسلمون أمة واحدة بإنسنا وجننا، وهذه الهويات تأتي غالبا من البعد الرابع والله أعلم. ومن بين هذه الهويات المتشيطنة لا أقصد العرق، بل بعض العناصر من هذه الأجناس والأعراق، أقول منهم الزواحف والرماديون والآنوناكي المؤتفكات والليريين والزيطة والأسياد لمتر، ومنهم لوسيفر وعزازيل أي الساطان أو الشيطان الله أعلم. وهي أرواح شريرة نازلة في الدركات في البعد الثالث والثاني والأول، أرواحها منكسرة ومتفتتة. والله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وليس كما تريد هذه الشياطين من قلب الآية. فجعل الله تعالى عز وجل ثالث ثلاثة وإبليس واحد، لا هناك ثلاث أباليس، هم أكبر هذه الشياطين، وهم العقبة الصغرى إبليس الملائكة لوسيفر الحارث، والعقبة الوسطى إبليس الجن عزازيل، والعقبة الكبرى إبليس الإنس قابيل المسيح الدجال والله أعلم. وهذا سر المثلث الذي يرسمونه، الذي له ثلاث أضلاع، ومنه الذي هو على شكل هرم. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: لكل إنسان قرينان، أحدهما من الجن والآخر من الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي المناسك الحج نجد تلك الرموز التي تم تغطيتها، لوبيليسك والمسلات الثلاث، العقبة الصغرى، العقبة الوسطى، والعقبة الكبرى، هي لهذه الهويات لرجمها. فسبحان الله، رسول الله هدم كل الأصنام التي كانت في مكة يوم فتح مكة، وترك إلا هذه الثلاثة لترجم، لكنها الآن مغطاة، وتم نصب مسلة جديدة على جبل عرفات والله أعلم بالحقيقة. وعندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له، سجود إجلال لا عبادة، لكن لوسيفر الحارث الذي كان من الملائكة وعزازيل الذي كان من الجن كان مندمجين في جسد واحد ونفس واحدة خبيثة هي إبليس. فرفض إبليس السجود لآدم، وبعد إهباطه إلى الأرض فهما يفترقان تارة ويندمجان تارة فيما يسمى بالاندماج الجبتي، وتارة بالاندماج الطاغوتي عندما يندمج الشيطان إبليس الثالث وإبليس الإنس قابيل المسيح الدجال، فيصبحون ثلاث أرواح شريرة في نفس واحدة وجسد واحد هو إبليس. الأمر يكون يتسنى لهم بتكنولوجيا وربما بطقوس وشعوذة والله أعلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو هذه الشخصية التي اشترك في إخراجها ثلاث أرواح من الأباليسة، واحد عزازيل شيطان النار يمثل الغضب والحسد والأنانية، وأشر المشاعر عنده التي لا يحبها ولا يطيقها هي المحبة.
اثنين، الشيطان لوسيفر، شيطان النور كما يسمونه الحارث، يمثل اللامبالاة، السطوة واليأس من روح الله تعالى. ثالثا شيطان إبليس الإنس، قابيل، الدجال، المنظر كذلك كما هؤلاء. شيطان التراب والطين، يمثل الكذب والسرقة والخداع. والله أعلم. بسم الله والحمد لله. نواصل الكلام في كتاب علوم الروح. خامسا الحياة السلبية. أصحاب هذا الشكل من الحياة هم كينونات وهويات معزولة ليست من عالمنا. بسم الله والحمد لله. نواصل الكلام في كتاب علوم الروح. سادسا الحياة البيولوجية ذات الذكاء الاصطناعي، الهويات بلا روح، هي كينونات عوض التطور والارتقاء نفسيا وروحيا والصعود إلى أعلى عليين، هي تنزل إلى أسفل السافلين، فهي تفقد كل ما نزلت شيئا من مشاعرها حتى تصبح هويات بلا مشاعر، لا تحب لا ترحم ولا تحس ولا ترأف، وحتى تصبح آلات بيولوجية مثل الروبوتات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى بل هم كالأنعام بل هم أضل، فالأنعام لها نصيب من الرحمة والمحبة، وهم هذه الهويات لا يتحركون إلا بما يأتيهم من أوامر، ولهم خوف شديد ورهيب من النهاية والموت، فهم يحاولون بجهد سرقة أرواح الآخرين للخلود أو البقاء الأطول، ولذلك يعذبون البشر وكل أشكال الحياة الأخرى حتى المعادن والنباتات. والله أعلم. سابعا الفراغ أو اللاحياة، مع أنه شكل من أشكال الحياة لكنه اسمه اللاحياة، اللا شيء، الظلام، العتمة. قال الله تعالى الجوار الكنس، هي عوالم لا تحتمل أي صنف من أصناف أو شكل من أشكال الحياة، فهي تسحق كل شيء حتى النور، إنها ثقوب سوداء مدمرة. فهناك ثقوب سوداء حميدة وديعة، درجة سحبها المغناطيسي لطيف، فهي تسحب إلى داخلها الحياة بلطف، وهي ممرات دودية أو ما يسمى بأينشتاين روزن الأسباب، أي أسباب السماوات، وهي مثل النار التي نطبخ عليها ونستوقد بها ونستدفئ بها تنفعنا. أما اللاحياة فهي ثقوب سوداء مفككة للمادة ومدمرة لكل العناصر، فدرجة اهتزازها وقوتها المغناطيسية رهيبة لا تصدق، وهي ولله في خلقه شؤون. فهي كما قال الله تعالى نار تأكل النار أو تحرق النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل في ذكر القرين. قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل له، وكل الله به قرينه من الجن. قال وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وفي رواية عن سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فالنفس الأنا، وهناك في الإنسان نفس أمارة بالسوء، وهناك نفس ثالثة هي النفس اللوامة التي تلوم الإنسان على التقصير في طاعة الله. والله أعلم. فصل في الكلام عن التقهقر الروحي، معناه الردة. مثلا كان إبليس قبل أن يبلس من أعباد خلق الله تعالى، لكنه ارتد وتقهقر عن تلك الدرجة، وكذا بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا عن دينهم القهقراء، ومنه حديث أو رواية التي أوردها ابن كثير عن تقهقر لطيف في الدرجة، وليس تقهقر كبير، وليس خروج وردة كما نتكلم الآن، وهو عن أن عزير كان من الأنبياء، فقال يوما لله تعالى أتضل العبد ثم تعذبه، فقال الله تعالى أنا لا أسأل عما أفعل،
وأنتم تسألون. فأنزل إلى درجة الصالحين بعد أن كان في درجة الأنبياء، والله أعلم. فصل في سورة فصلت الآية 29. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قيل شيطان الإنس هو المسيح الدجال، وقيل هو قابيل الذي قتل أخاه، وفي الحقيقة هم شخصية واحدة. وقيل في شيطان الجن هو عزازيل، والله أعلم أي الاندماج قد يكون يكونان آلهة واحدة في الاندماج الجبتي وليس الطاغوتي الذي هو اندماج ثلاث نفوس أو ثلاث أرواح في نفس واحدة، ويصوره المتنور على شكل الجسد العجل الذي رأى جسد إنسان له رأس عجل، والله أعلم. ويشيرون إلى السماء بإصبعين، إصبعين بالسبابة والبنصر وهكذا، والله أعلم.